أول شيء أنا سعيد بالمشاركة في هذه الحملة، حملة ما تفرق معي للمنتر العربية، لأنها فيها نوع من المشاركة الاجتماعية والتوعية الاجتماعية أعتقد للأجيال القادمة في خطر الاستخدام أو استعمال المخدرات، وهذا شيء يؤدي بالشباب إلى نهاية مؤسفة. بدون أدنى شك أنه هذا أول شيء واجب اجتماعي مشاركتنا لتوعية الشباب عن أثر تعاطي المخدرات في دمار المجتمع ودمار مستقبل كل الشباب. أعتقد أنه هذه فكرة أكثر أو واجب أكثر بيحمس أكثر للشباب إلى الاتجاه والابتعاد عن تعاطي المخدرات، لأنه يقتل كل طموح، يقتل كل شباب المجتمع اللي سيكون له في المستقبل أكيد أثر كبير في رقي المجتمع. بدون أدنى شك أنه مهم جداً أي إنسان عنده متابعين في السوشيال ميديا بدرجة كبيرة، أقل واجب أنه يحاول أنه يساعد في توعية المجتمع وتوعية الشباب والأجيال القادمة عن خطر تعاطي المخدرات، وهذا أقل واجب ممكن يصير، لأنه السوشيال ميديا هي الهدف الحقيقي منها إيصال رسائل بطريقة أكبر لشريحة أكبر وأسرع. فأعتقد أنه هذا الشيء مهم جداً لحياة أي إنسان يملك عدد متابعين يستطيع من خلاله مساعدة المجتمع.